أثار قرار فصل إدارة مستشفى هداسة في القدس المحتلة الطبيب أحمد محاجنة استياء الشارع الفلسطيني، كونه يعكس العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه فلسطينيي الداخل. وكانت إدارة المستشفى أصدرت قرارا بفصل الطبيب المحاجنة لتقديمه قطعة حلوى للطفل المقدسي الجريح محمد أبو قطيش الذي يعالج داخل المستشفى بعد اعتقاله الشهر الماضي. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف الطبيب أحمد محاجنة. مساء الخير دكتور أحمد. يعني دكتور أحمد، قرار إدارة المستشفى إن دل على شيء، دل على عنصرية وعنجهية الاحتلال تجاه فلسطينيي الداخل وتحديدا تجاه الجيش الأبيض الأطباء الفلسطينيين. ما هي الإجراءات القانونية التي أمامكم الآن لاتخاذها لمجابهة هذا القرار؟ طبعا هو مستشفى هداسة اقر يعني امس صباحا قرار التفصيل، واحنا توجهنا طبعا للمحكمه ونتامل ان المحكمه تنشطها وتكون عادله لارجاع الى الشغل، لكن هي وجهتنا هي المحاكم. نعم نعم دكتور أحمد، اليوم هناك العديد من الأطباء الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، ما هي المشاكل التي يتعرض لها الطبيب الفلسطيني اليوم في الداخل؟ شوف يعني هو احنا عملنا في داخل المستشفيات الإسرائيلية مش شيء سهل. طبعا احنا بنواجه بين الحين والاخر عنصريه، ان كان من المرضى نفسهم اللي هم الشعب اليهودي المتدين او من المسؤولين اللي هم من اليهود. فاكبر مثال ايش انا صار معي في الثلاث اسابيع الاخيره، بسبب حادثه جدا جدا بسيطه وجدا عاديه، تم فصلي بعد يعني سنين اللي قدمتها وفريت من وقتي لمستشفى هداسة أنكار. ففي عنصريه طبعا. نعم. تجاه زي ما سميتيهم انت الجيش الابيض. ولكن دكتور احمد، حمله التحريض ضدك اليوم تواجه بحمله مضاده تعدت حدود فلسطين الى كل العرب من خلال المناصرين للقضيه الفلسطينيه، هل تعتقد بان تشكيل راي عام دولي قد يساعد في الضغط ليتراجع الاحتلال عن هذا القرار، قرار فصلك؟ والله انا لاحظت اليوم انه اي ضغط اعلامي على مستشفى هداسة بعمل عندهم شوي بلبله وبيفكروا شوي وممكن يتراجعوا عن قرار الفصل، لانه القرار زي ما حكيت عنصري بحت بدون ولا اي سبب مقنع للفصل، بدون بساتر ولا اي سبب مقنع. فلذلك انا بتامل انه مستشفى هداسة يكون شوي حكيم ويتراجع عن قرار الفصل، وان ما تراجع طبعا وجدنا المحاكم ونتامل انه جد المحاكم بس هي تكون عادله كفائي ومنصفه ويتم ارجاع للشغل. نعم، نحن نامل جميعا بان يتراجع الاحتلال عن هذا القرار التعسفي بحقك دكتور احمد، شكرا جزيلا. الدكتور احمد محاجنة كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا جزيلا لك.